الشباب والزواج. عندما يقرر أحد الشباب الحياة الزوجية ومن أجل بداية صحيحة، عليه في البداية أن يبحث ليجد فتاة صالحة ليشعر معها بالارتياح، لأن كل شخص يرتاح بشكل مختلف عن الآخر، وأن لا ينظر لغناها أو جمالها، بل قبل كل شيء أن ينظر إلى بساطتها وتواضعها، أي عليه أن يعطي انتباها أكثر إلى الجمال الداخلي وليس إلى الخارجي، لا أن يبحث بأن يكون لديها أكثر مما يحب من الصفات الأنثوية. وهذا يساعد الرجل كثيرا بفهم الأمور مباشرة دون أن يؤلمه رأسه. وإن كانت لديها مخافة الله وتواضع، عندئذ سيستطيعان أن يمسكا يدا بيد ليعبرا تيار العالم الشرير. إن فكر أحد الشباب جديا بإحدى الفتيات كزوجة له، اعتقد بأنه من الأفضل أولا أن يعلم أبويها بواسطة أحد أقاربه، وبعد ذلك أن يناقش هو بنفسه الموضوع مع الفتاة. فإن حدث توافق وخطوبة فحسنا أن لا تستغرق الخطوبة لوقت طويل. عليه أن يحاول خلال فترة الخطوبة بأن يرى الفتاة مثل أخته وأن يحترمها، فإن جاهدا الاثنين بشهامة لكي يحفظا بتوليتهما، فإنهما عندما يكللهما الكاهن في سر الزواج سيأخذان نعم الله بكثرة، لأنه كما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم بأن الإكليل هو رمز النصر والظفر ضد الشهوة. وفي الاستمرارية عليهما بقدر المستطاع أن ينميا بينهما فضيلة المحبة، كي يبقيا متحدين كلاهما ببعض دائما، ولكي يبقى معهم الثالث أي مسيحنا الكلي الحلاوة. طبيعي في البداية حتى يرتبا ذواتهما وأن يتعرفا على بعضهما البعض جيدا، من الممكن أن تحدث بعض المصاعب لهما، فهكذا يحدث في البداية. فالطالب عندما يأخذ الشهادة ويبدأ في العمل فإنه سيواجه صعوبة، والراهب المبتدئ في الدير وهو أيضا في البداية سيكون لديه بعض المصاعب، والشاب أيضا عندما يتزوج سيصادفه أيضا في البداية مصاعب. أيها الشيخ، هل يوافق أن تكون الفتاة أكبر من الشاب؟ لا يوجد قانون كنسي يقول بأنه إن كانت الفتاة أكبر بسنتين أو ثلاثة أو خمسة أكبر من الشاب يمنعان من الزواج. القديس بايسيوس الأثوسي، الأرثوذكسية منارتك في الظلام.